التاسعة بتوقيت سوريا، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية لمسار التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران. فبعد أن استهدفت طهران قاعدتين أمريكيتين بالعراق، خرج التلفزيون الرسمي الإيراني ليعتبرها ضربة قاتلة ومميتة ومدمرة، وأدت لمقتل 80 أمريكيا، في حين نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك، مؤكدا عدم وقوع جرحى أو قتلى، متوعدا بمزيد من العقوبات على طهران. فما بين التصعيد والهدوء، إلى أين يتجه المشهد؟ وفي ملفاتنا أيضا المشهد الليبي وتطوراته ودعوة كل من موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار مساء الأحد القادم. نلقي الضوء على هذه الملفات بعد أن نتابع التقرير التالي. رغم التصعيد الإعلامي الكبير من قبل إيران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إلا أن الرد لم يرقى إلى المستوى الذي تنبأ به معظم السياسة والعسكريين، مما يعكس سعيا إيرانيا لعدم تصعيد الموقف مع الولايات المتحدة، بل ضربة محدودة وتوجيه رسائل إلى الداخل والخارج. مصادر حكومية أمريكية وأوروبية مطلعة على تقديرات المخابرات طالبت عدم الكشف عن هويتها، رجحت أن الإيرانيين تعمدوا أن تخطئ الهجمات القوات الأمريكية للحيلولة دون خروج الأزمة عن نطاق السيطرة، مع توجيه رسالة عن قوة إيران. المصادر قالت إن إيران ربما حاولت ضرب أجزاء معينة بالقاعدتين لتقليل الخسائر البشرية إلى أدنى حد ولتفادي قتل الأمريكيين على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن التقدير تضمن بعض معلومات المخابرات من داخل إيران تؤكد طبيعة خطة الهجوم. وقال مصدر أمريكي إنه من شبه المؤكد أن الإيرانيين أرادوا عدم التصعيد. تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حملت في طياتها ما يؤكد سعي إيران لعدم التصعيد، حيث قال بعيد الضربة الإيرانية إن طهران اتخذت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس ولا تسعى للحرب مع الولايات المتحدة. وربما جاء موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليؤكد ما ذهبت إليه المصادر آنفة الذكر، إذ أكد الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها في البيت الأبيض رغبة الولايات المتحدة في عدم تصعيد الأزمة مع إيران، مشيرا إلى عدم إصابة أي أمريكي جراء الضربات الصاروخية الإيرانية. ترامب أضاف بأن امتلاك الولايات المتحدة للقوة لا يعني بالضرورة استخدامها، وأن هذه القوة هي أفضل رادع، ممتنعا عن توجيه أي تهديد مباشر ضد طهران. Minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared. وللحديث حول هذا الموضوع معنا من جدة الدكتور محمد الحربي، خبير استراتيجي وسياسي، ومن بغداد ينضم إلينا صباح العقيلي، أكاديمي وباحث سياسي، ومن واشنطن الدكتور عماد عبد الهادي، محلل سياسي. مرحبا بالضيوف. لو بدأت من عندك دكتور عماد، في الحقيقة من يتابع أحداث الليلة الماضية وحديث خامنائي وحديث ترامب للتو قد يعتقد أن ما حدث هو عبارة عن تفاهمات ضمنية بين الجانبين، في مع الحديث عن 17 صاروخ باليستي إيراني ضرب قواعد أمريكية أدى إلى مقتل 80 أمريكي وفقا لإيران، وفقا لترامب لن تكون هناك أي سقوط لقتلى أو جرحى. طبعا ما حدث كان زوباب في الجانب، وكل البلاغات والتهديدات الانتقامية الثارية التي لوحت بها إيران انتهت إلى لا شيء على الإطلاق. هذه هجمة عبثية ومسرحية هزلية لم تؤدي إلى شيء ولا ترقى بأي درجة إلى مستوى الصفعة التي تلقتها إيران باغتيال قاسم سليماني رأس الأفعى والزعيم الإيرانيين المنطقة. وكان واضح تماما من المبالغات الإيرانية أنه حين يعلي الصوت والبلاغة الجوفاء يعني أن العمل الحقيقي ضئيل جدا مقارنة بما كانت تهدد به إيران. ومن هذا المنطلق أيضا الرئيس ترامب لم يرى أي ضرورة للرد، وإن كان إيران سوف تستغل ذلك على أنها أصابت هيبة أمريكا في مقتل وأنها تجرأت على ضرب أمريكا التي لا يجرؤ أحد على مهاجمتها، إلى كل هذه البلاغة، وهي في المقام الأول موجهة للداخل وللاستهلاك المحلي، علما بأن الهدف من البداية أصلا والذي أدى بإيران إلى هذا المنطلق كان هو محاولاتها دفع قاسم سليماني شن هجمات أكثر كثافة على القوات الأمريكية. هذا ما أثبتته المخابرات الأمريكية وتقارير عديدة من زيارته لبيروت ولدمشق ثم بغداد. كل هذا كان
مدفوعا بهدف أساسي جدا، هو حرف الأنظار عن الأزمات الداخلية لإيران اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وعن المد القادم ضد إيران من العراق ومن لبنان وفي المنطقة بأسرها. ومن ثم نجحت إلى حد ما في جمع الإيرانيين حول مقتل سليماني والجنازة التي شاهدناها، لكن هذا لا ينفي الحقائق القائمة أن إيران لا تزال بلدا مأزوما جدا، وأن هذه الشعبية المبالغ فيها لقاسم سليماني ليست إلا جزء من العرض المسرحي الهزلي، لأنه كما يعلم الجميع رجل كان مكروها بقطاعات كبيرة في الشعب الإيراني. يكفي أنه ينسب إليه مقتل نحو 1500 من المتظاهرين الإيرانيين في الانتفاضات الأخيرة، وأيضا ميليشيات إيران المسلحة العراقية وغير العراقية كانت ذات دور رئيسي في قتل العراقيين بالمئات في الشوارع. طيب ماذا عن واشنطن الآن؟ يعني الآن هل هي تسعى إلى التهدئة كون الكرة أطحت في ملعبها؟ مقتل سليماني في حد ذاته كان يعتبر ولا يزال تغيير لقواعد اللعبة، لأنه لم يعد بإيران بعد اليوم لم يعد بإمكانها أن تختبئ وراء إصبعها، أن تدفع هذه الميليشيا أو تلك وتدعي البراءة وأن لا علاقة لها. كانت مضطرة هذه المرة أن تصدر الصواريخ من إيران وأن تكون موجهة نحو الولايات المتحدة، حتى نوع من لنقل محاولة إنقاذ ماء الوجه، ولكنها لم تنقذ وجها ولم تساعد إيران في أزمتها على أي درجة من الدرجات. الرد الأمريكي كان محسوبا أيضا، لأنه كان هناك تروي بعد اجتماع البيت الأبيض الرئيس ترامب ومستشاريه في المجلس الأمن القومي لنرى ما إذا كانت إيران ستتمادى إلى ما وراء ذلك، وبعد التقييم العسكري لهذه الهجمة أو الهجمات الفاشلة تبين أنه لا داعي لاستخدام القوة إطلاقا، بل على العكس تماما ترامب أيضا تعب المسألة بذكاء، لأن هناك معارضة شديدة داخل الكونغرس من الديمقراطيين تحديدا للدخول في حرب، وهذا ما أعلنته نانسي بوليسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية، نحن لا نريد حربا لا أمريكا ولا العالم. ومن ثم هو حقق هدف إلى حد كبير، الهدف الأهم هو الخلاص من رأس الإرهاب. رد إيران كان أقل بكثير جدا مما كان متوقع كما أشرت حضرتك، وأيضا مقارنة بالبلاغات الثائرية واللغة النارية التي أطلقتها. وضحت الفكرة دكتور عماد. اسمح لي أن أنتقل الآن إلى ضيفي من جدة دكتور محمد الحربي. مساء الخير من جديد دكتور محمد، هل تعتقد أن هذا الرد هو نهائي من قبل إيران أم ماذا؟ يعني سمعنا من المرشد حديث بأن هناك توجه نحو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك. لا، هو تعودنا على هذه الردود، هي سياسة اللعب على الوقت والمتناقضات الذي دأب عليها النظام منذ 40 عام. بالنسبة للرمزي الضربات اللي حصلت على قاعدتي عين الأسد في الأنبار وأربيل، كانت 17 صاروخ على عين الأسد و5 على أربيل، هي أخذت صفة الرمزية مخاطبة واستقطاب الجماهير فقط يعني، ورفع الروح المعنوية لدى أنصارهم وأذرعهم ووكلائهم في المنطقة. فضربة لا يمكن أن تأخذ أي صفات البريمتيف سترايك، الضربة المفاجئة، أنها فشلت. وهذه من ناحية. الناحية الثانية، جميع المؤشرات تقول أنها لم تنجح الضربة، إنما كانت عملية فقط استمرار إلى بث الخطاب الراديكالي الشعبوي لاستقطاب مثل ما قلت لك الجماهير. والدليل على ذلك أنه قاعدة بلد هي أقرب لإيران من قاعدة عين الأسد، فكيف يتركون قاعدة بلد أو ويتركون قاعدة عين الأسد؟ فإحنا نقدر نقول ما هي إلا استمرار
للضغوط القصوى وبكثافة، والذي بدأها الرئيس دونالد ترامب على النظام الإيراني في مايو 2018، وبدأت سلسلة وحزم من العقوبات بدأت في أغسطس 2018، وآخرها كان الحزمة الأولى والحزمة الثانية، والثالثة كانت في 2019. فالآن الجميع يتجه إلى خفض التصعيد. طيب بالنسبة لرمزية الأهداف واختيار القاعدتين في كركوك وعين أسد، ما هي ماذا عن رمزية الأهداف دكتور محمد؟ حقيقة في العراق هناك 6 قواعد عسكرية رئيسية، فلا تشكل حتى أن الصواريخ التي سقطت على الأنبار على العموم هي صواريخ قيام وذو الفقار متوسطة المدى. 2 من الصواريخ اللي سقطت في أربيل سقطت بدون انفجار، فكان الإيرانيون يحسبون حساب الضربة فقط للاستهلاك المحلي وبث المشاعر واستمرار. طيب سؤال آخر قبل أن ننتقل إلى ضيفنا، يعني بالنسبة للصواريخ كانت بالستية، تعرف كان هناك دوما حديث أمريكي عن الصواريخ البالستية، كان هناك قلق أوروبي من الصواريخ البالستية، هل ثمت رسائل معينة كانت توت طهران إيصالها من خلال استخدام هذه الصواريخ؟ لا، هي تستخدمها إيران يعني على طول تستخدم هذه الصواريخ، بس إن هي صواريخ على العموم هي صواريخ سكود وبعضها صينية تم تطويرها وتعديلها كلها من الجيل القديم. حتى الدفاعات الجوية الباتريوت والإس 400 بإمكان اصطيادتها بكل سهولة. فمثل ما قلت لك الضربة لم تأخذ أي طابع للمفاجأة، ولاحظنا التصريحات الإيرانية 80 قتيل والزخم الإعلامي الكبير في طهران وأمور يعني كلها يعني ليست صحيحة. والمؤشر على ذلك والدليل على ذلك أن الرئيس دونالد ترامب أرجع خطابه من البارحة إلى اليوم، وهذا دليل على أنه الموضوع والحدث تحت السيطرة. لا، هذه النقطة بالحقيقة اسمح لي أن أنقلها إلى ضيفي في واشنطن دكتور عماد. بالحقيقة يعني البعض وصف الموقف الأمريكي بداية بالمرتبك كون ترامب خرج ولم سوى فقط بتغريدة واحدة قال كل الأمور على ما يرام. نعم، لأنه بالفعل كما أشار ضيفك الكريم أنه لم تكن المسألة على أي درجة من الخطورة ولا تثير قلقا، وكان واضحا تماما من نوعية الضرب وحتى من نوعية الصواريخ. التصريحات الأمريكية التي صدرت مؤخرا تشير إلى أن لدى إيران صواريخ أكثر دقة وأكثر قوة وأكثر فاعلية كان بوسعها أن تستخدمها، ولكنها لم تفعل ذلك. حتى الأماكن التي استهدفت في تلك القاعدتين، إحداهما في القاعدة في إربيل سقطت على قرية على بعد 40 كيلومتر من القاعدة، وأيضا الصواريخ التي أطلقت على عين الأسد لم تصب أحدا وسقطت في أماكن بعيدة شبه خالية، وكان هذا متعمدا من قبل إيران كما تقول التقارير الأمريكية. تحاشوا تماما أن يصيبوا أي أمريكي أو يحدثوا خسائر كبيرة، وفي نفس الوقت اختاروا بهذه الطريقة الهزلية أن يستبدلوا الفعل بالقول ويقولوا أننا قتلنا 80 كنديا. ولكن لا ننسى دكتور عماد، لا ننسى عفوا للمقاطعة، يعني قبل بالأمس جرى الحديث عن زيارة لوزير الخارجية العماني إلى طهران، وفي إطار التفاوض ما بين طهران وواشنطن، وسبقه أيضا وزير الخارجية القطري، في قيل أنها مساعي أمريكية للوصول إلى تهدئة. وبالتالي أنا كنت قد سألتك في بداية النقاش عن اتفاقات ضمنية بين الجانبين وصحتين وعافية. تفضل. مسألة التفاوض أن هناك مسار أو إلى آخره أو الوساطات ليست مطروحة في الوقت الحالي من وجهة نظري لعدة أسباب. السبب الأول هو أن كل الوساطات التي كانت من قبل الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء الياباني، عمان أكثر من برا، سويسرا، كلها أباءت بالفشل وتحطمت على صخرة العناد والصدافة الإيرانية. كان هذا قبل أن يصل التوتر إلى ما هو عليه الآن، فما بالك وهو ما عليه الآن. أيضا في خطاب الرئيس ترامب لاحظنا أنه جدد نفس الموقف من إيران فيما يتعلق أولا الهم الأول والأخير البرنامج النووي، لن تحصل على سلاح نووي ولن يكون هناك أي مجال لذلك. ثانيا أنه مضى الوقت لا
الذي تقوم فيه إيران بممارسة كل نشاطاتها وأن تمضي دون عقاب. وكان واضحا تماما من مقتل سليماني أن ذلك هو العلامة الفارقة بين الأمس واليوم. طيب. فلا أعتقد إطلاقا أن إيران بوسعها حاليا ولا هي حتى على استعداد للتفاوض لأنها تدرك تماما كما قال ظريف أننا إذا تفاوضنا من موقف ضعيف فهذا يعني ستفرض علينا شريط، ثم قال قبل ذلك ليس هناك تفاوض على الباس. طيب بالعودة إليك دكتور محمد، كنت قد تحدثت بأن الأمور الآن تتجه نحو التهدئة، ولكن قد يرى البعض بأن الأمور تتجه نحو الحرب من الوصلاء إلى الوكلاء وحلفاء كل طرف، ما رأيك بهذا الطرح؟ أولا نسيت أحيي الدكتور صديقي العزيز عماد عبد الهادي من واشنطن. أهلا وسهلا. لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة القدرات العسكرية الأمريكية بالقدرات الإيرانية. ميزانية الدفاع الأمريكية 750 مليار دولار، والرئيس ترامب سيستثمر فيها 3 تريليون دولار. ميزانية النظام الإيراني لا تتجاوز 17 مليون مليار دولار، ومنها 6 مليار للحرس الثوري. 14 ألف طائرة مقاتلة مقابل 470-80 طائرة مقاتلة. الأساطيل من الأول إلى السابع والسطول العاشر، الاحتياط، القواعد الجوية، الطائرات B-52 F-35 F-22، لا يمكن المقاطعة. بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية مسح إيران من الخارطة في سويعات، هذه من ناحية الردع والإحباط. لنا عبرة أثناء حرب الناقلات، أثناء حرب الناقلات في الثمانينات سارت الحرب لمدة 8 سنوات، ولغمت إيران الممر الملاحي ومياه الخليج بأكملها، وضربت أغلب الناقلات النفط الكويتية. تعرضت السفينة روبرت سامويل إلى لغم، لم يصاب أي أمريكي. بعدها بساعات تم تدمير نصف الأسطول الإيراني بأكمله، ولو شاء الأمريكان لقضوا على كامل الأسطول. أنا كنت قد سألتك عن حلفاء أيام حلفاء دكتور محمد، بالنسبة لحلفاء كل طرف، عفوا إمكانية التصعيد من قبل حلفاء كل طرف، حلفاء واشنطن وحلفاء طهران. لا الجميع الآن لو لاحظت التصريحات من حلف الناتو، وزراء الخارجية لودوغيان وراب ووزراء الخارجية أيضا الروسي والصيني، كلهم يميلون إلى خفض التصعيد والتهدئة. المنطقة مهمة اقتصاديا مؤثرة على العالم بأكمله، وليس في مصلحة أي طرف ارتفاع أسعار النفط 500%، ولا حتى الولايات المتحدة يهمها. مضيق ينتج أكثر من ثلث حجم إنتاج الطاقة في العالم. بالعودة إليك دكتور عماد، كيف رأيت حديث ترامب الذي في الحقيقة لم يجيب على الكثير من التساؤلات قبل ساعات؟ أي تساؤلات؟ تطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية أن ترد أمريكا على هذه الضربة الإيرانية. هو فقط تطرق للعقوبات، إمكانية فرض المزيد من العقوبات، ودعا حلف الناتو إلى ممارسة دور أكبر في الشرق الأوسط. عزيزي، كان واضحا من الرد الإيراني أن كل الخطاب الإيراني الدعائي الغوغائي انتهى إلى لا شيء، وهو الولايات المتحدة تدرك الآن أن إيران نمر من ورق، وأن كل التهديدات، حتى الكثير من المحللين والخبراء وقالوا أن إيران لها أذرع طويلة وسوف تستخدمها وسوف تتمهل كثيرا وأنها لا تتسرع، كل هذا كان مبالغات ميلوترابية لا أساس لها من الصحة. وكأنك تستهين بأمور الأذرع دكتور عماد. لا ننسى بأن أذرع، ذراع واحد من هذه الأذرع دخل في حرب مع المملكة العربية السعودية لمدار سنوات.
نعم أيضا هؤلاء بعض المراقبين كانوا يعتقدون أنها ستصعد عن طريق الحوثيين في اليمن أو عن طريق حزب الله في لبنان أو عن طريق أي من الميليشيات العراقية الموالية لإيران في العراق. كل هذا لم يحدث، وطلع أن إيران أقل بكثير جدا وأجبن من أن تخوض معركة عسكرية ولو محدودة مع الولايات المتحدة، ليس فقط للهوة الشاسعة في الإمكانيات العسكرية كما أشار ضيف الكريم في الرياض، ولكن أيضا لأن إيران في اقتصادها شبه منهار، العملة في تدني مستمر، حصار اقتصادي خالق، لا تملك أن تدخل معركة، ولم تدخل إيران معركة منذ الحرب مع العراق حرب 8 سنوات، كلما تحارب آخرين غالبا هم من دول أخرى من العراق أو ميليشيات في سوريا أو ميليشيات، لكن لا تجرؤ على أن تخرج إلى الحرب بذاتها. وكان واضحا الضربة المحسوبة المحدودة التي لا تسمن ولا تغني من شيء. طيب العودة عليك دكتور محمد، ما رأيك بحديث ترامب؟ هل كان عرض للتهدئة؟ فاجأنا هو حقيقة الرئيس ترامب، ولاحظ كمان الدكتور عماد عبدالهادي أنه أول ما دخل الرئيس ترامب دخل مع رجال عسكريين، وكان لكن كان خطابه يعني متوقع حقيقة، كان متوازن وخطاب جيد ومتوازن. هو من الرئيس ترامب واضح أنه راح يكون خطابه متوازن من إرجاع خطابه مثل ما قلت لك على البارحة، من البارحة أرجعه إلى اليوم. وكمان كانت في مؤشرات اليوم اقتصادية يعني هامة، أسعار الذهب ارتفعت إلى 750 دولار للأونصة مع بداية الضربات، مع وهذا يعطيك مؤشر اقتصادي، مع هدوء مع استيعاب الصدمة الأولى نزل سعر الذهب إلى 650 دولار، وهذا يعطيك مؤشر أنه الضربة غير فعالة ومؤثرة مثل ما تفضل الدكتور عماد. أما بالنسبة للأدرع، إيران الآن مثل ما تفضل الدكتور عماد أيضا أنه إيران في أقصى درجات الانهيار الاقتصادي، الانكماش عندهم وصل تقريبا أكثر من 6%، التضخم وصل عندهم ما يقارب 50 إلى 60%، هم في حالة يرثى لها. بالنسبة لوكلائهم وأدرعهم أيضا خف الدعم اللوجستي والمالي والهذا، ضربة مقتل قاسم سليماني الرجل الأول والذي يدير منظومة سياسية اقتصادية عسكرية في منطقة الشرق الأوسط كانت ضربة قاسمة للغاية، لأنه فيلق القدس والمنظمات بهذا الحجم تعتمد على رمزية وقيادة الأشخاص ولا تعتمد على الهيكل الهرمي، لأنه هو الفيلق القدس والجناح الحرس الثوري في الخارج، لكن ارتباط قاسم سليماني كان مباشر مع المرشد الأعلى وهو مندوبه السامي في مناطق الشرق الأوسط كلها. طيب، فلها تأثير كبير جدا جدا جدا. طيب مع الحديث عن العقوبات، بالعودة إليك دكتور عماد، ترامب قال أن إيران ستكون بصدد تلقي المزيد من العقوبات حتى تغير سلوكها، ولا نستطيع طبعا إنكار أثر العقوبات على إيران. ماذا عن هذه العقوبات الجديدة؟ هل نتوقع أن يكون لها أثر أقوى ومسار آخر من السابق؟ طبعا وأيضا لوحظ تحفيزه الاتحاد الأوروبي لتعاطي أكثر وأكبر مع إيران. الاتحاد الأوروبي للأسف له موقف أكثر هدوءا، لا أبالغ إن قلت أنه متخاذل، وخاصة ألمانيا وفرنسا من إصرارهما على إنقاذ النظام الإيراني نفسه. بالأمس استمعت إلى عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني البوندستاغ يشكك في المعلومات، يشكك في المعلومات التي بنت عليها الولايات المتحدة اغتيال سلماني، ولم يتطرق إطلاقا إلى نشاطات الإرهابية في المنطقة. وهذه نقطة للأسف الشديد مثيرة للأسف بدرجة كبيرة، لأن ألمانيا تصر وفرنسا على مساعدة إيران في وقت
يشهد العالم في كيف كان سليماني نفسه مسؤولا عن مقتل ما لا يقل عن 1500 من الإيرانيين، ودعك عن العراقيين في المظاهرات الأخيرة. وتقفز بعض الدول الأوروبية محاولة لتفعيل آلية السكس لمد مقولات غذائية وإنسانية لنظام يقتل شعب ليل نهار. كل هذا تم التغاضي عنه، وبصرف النظر عن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، كيف لألمانيا أو لفرنسا وأجهزة استخباراتها كلها تعلم وهم في بداية الدول التي أتانت إيران بالعدوان على المنشآت النفطية السعودية وكانت أدلة الاتهام دامغة لذلك؟ كل هذا يتم التغاضي عنه ويتحدثون عن مقتل جنرال أو قائد كبير في القيادة الإيرانية، وهو في الحقيقة مسؤول عن مقتل آلاف السوريين والعراقيين واليمنيين في هذه الدول الثلاث، ودعك عن اختطاف لبنان اختطافا كاملا من قبل حزب الله. طيب دكتور محمد، بين التصعيد والهدوء إلى أين يتجه المشهد؟ والله احنا اول كنا نقول قواعد الاشتباك، الان الامور تغيرت الى اشتباك بلا قواعد، فيبدو ان الامور متجهة نحو التهدئة، والا خسر النظام الايراني كل ما ربحه خلال الاربع عقود اللي زخم الثورة، بقاء الملالي ونظام الحكم الثيوقراط الراديكالي مع بقاء زخم الثورة، انهيار اقتصادي، تخبط مجتمعي، الأمور يعني من ساقة إلى الأمور. فإن تجرع النظام على التصعيد فأنا أتوقع هذه نهايته. طيب العودة لك دكتور عماد، هل نتفائل الآن ولو نسبيا على الأقل بأن التهدئة العسكرية باتت مطروحة على الطاولة؟ الوضع يبقى لما هو عليه، إيران ستظل مأزومة، وكل محاولاتها الأخيرة للخروج من الأزمة سواء لاستنفار المجتمع الدولي أو غيره واضح أنها باءت بالفشل، بل على العكس تماما يبدو أنها تخطو خطوات أكثر حماقة بالتنصل تماما من الاتفاق النووي، وهذا تلقى مباشرة إدانة من الدول الأوروبية. فإذا كان سوف تسير في هذا الطريق فهذا طريق الهلاك، لأن ما لم يسمح به لن يسمح به ترامب كما أشار أن تحصل على السلاح النووي. فإذا تنصلت من الاتفاق النووي كما دعا ترامب اليوم الدول الأوروبية الأخرى بما فيها الصين وروسيا إلى الانسحاب من هذا الاتفاق لأنه شبه ميت، هذا وحده سوف يجبر إيران إما على القدوم إلى الطاولة، وإذا مضت في طريقها فسيكون عقابها وخيما كما أشار ضيفك الكريم. في نهاية الوقت المخصص أنا أشكرك جزيلا، من واشنطن الدكتور عماد عبد الهادي محلل سياسي، ونشكر ضيفنا من جدة الدكتور محمد الحربي خبير استراتيجي وسياسي، وكان من المفترض أيضا أن ينضم إلينا من بغداد صباح العقيلي الأكاديمي والباحث السياسي، نظرا لأسباب تقنية لم يتم الاتصال. مستمرين مشاهدينا في النقاش، وبعد الفاصل الملف الليبي وآخر مستجداته.